طب بمناسبه الذهب المعونه الامريكيه ايه راي حضرتك فيها؟ ما هو مدى احتياجنا ليها؟ انا بقول انا تملي من انصار ان مصر ليست في حاجه الى المعونه الامريكيه، ومصر ليست في حاجه لاي منح او معونات، انما مصر في حاجه الى استثمارات. المعونه الامريكيه بالذات لو ركزنا عليها فوكس كده عليها هنقول مصر مش في حاجه المعونه الامريكيه لسبب بسيط. اولا المعونه الامريكيه 1.1 مليار دولار معونه عسكريه، والمعونه الاقتصاديه 250 مليون دولار. طيب نمسك المعونه العسكريه اللي هي الرقم الكبير. امريكا بتدينا بيها جزء من قطع الغيار الاسلحه القديمه من سنه 79 من ساعه المعونه لحد النهارده. تمام. الجزء الثاني بتدي بيه التدريب للناس، يعني تجيب خبره من عندهم يدربونا، يا احنا نبعت ناس من عندنا يتدربوا هناك. يعني قرش واحد ما بيخشش جيب مصر، ده واحد. اتنين، مقابل ده هي بتبقى عارفه كل حاجه على القوات المسلحه اللي موجوده. اتنين، هي بتبيع لك حاجات لازم لها حاجات اخرى تشتريها من عندها من 4 ل 5 مليار دولار. انا هبيع لحضرتك البتاعه دي، بس دي عشان استخدمها واحط الكوبايه محتاج الازازه دي، فانت لازم تشتري دي من عندي. دي بكام؟ ب 100 قرش. ما تقدرش تفتح بقك، ما هي دي مش هتيجي غير من دي. ده واحد. اتنين، عارفه كل خرم وكل مسمار عنك في المعونه. ثلاثة، بتخليك أقل من إسرائيل 3 أو 4 درجات على الأقل في السلاح. 4، خلت لحضرتك جميع مصانع الحربية اللي عند حضرتك والهيئة العربية للتصنيع ما تقومش بتصنيع قطع الغيار، فأنت ملتزم تشتري منها قطع غيار. 5، أنت كنت بتصدر للدول الأفريقية أسلحة، ما عادتش بتعمل ديت. فالمعونة الأمريكية أنت بتستفاد بيها، أمريكا بتستفاد مننا أكتر ما بنستفاد بيها. طيب وبالمقابل صندوق النقد الدولي والقرض بتاعه ايه راي حضرتك فيه بقى؟ طيب صندوق النقد الدولي باختصار شديد، نشوف الصندوق الناس اللي ماسكينه ناس سياسيين ما لهمش علاقه بالاقتصاد. المعلم بتاع الصندوق اللي هو صاحب الليله، صاحب الحاجه اللي هي الولايات المتحده الامريكيه والاربع دول الاوروبيه اللي موجودين. احنا شفنا اوكرانيا خلال الفتره اللي فاتت، اوكرانيا اقتصادها حاليا ألعن من مصر، اتعب من مصر، موجوده ما عندهاش استقرار سياسي ولا اي شيء. قالوا لها 17 مليار دولار بنحطهم لك على طول دلوقتي. ده واحد. اتنين، انت مصر علشان تعمل القرض صندوق النقد الدولي انت على طول اوتوماتيك عاوز تخفض قيمه العمله عندك 25%، يعني مقابل ال 4.8 اللي انا هاخدهم على 3 شرائح موجوده. الشريحه الاولى 1.3، هكون انا مصر خسرت 50 مليار جنيه مصري، يبقى انا مش محتاجه. السؤال انت محتاج القرض في ايه؟ هتقول والله عاوز شهاده علشان ان انا اقتصادي سليم عشان اقدر اقترض من حته ثانيه. يعني انت عاوز شهاده بتشحت بيها من حته ثانيه؟ لا يا استاذ الفاضل، انت لو اقتصادك بقى كويس هيبقى التصنيف الائتماني ليك كويس، دول العالم هي اللي هتجري عليك علشان تقوم باقراضك.